حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى وأهل الرأي في الدعوى، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. جوزي خلي إذا بتفتشي بالجوال بتكوني طالق وبتروحي بيت أهلك بعد إذنك، بدي أعرف شو حكم القول، مع أنه العلم أنه هو تلفظه بقصد التهديد. هلأ لفظ بتكوني طالق عند الشافعية هو من ألفاظ الكناية، إذا ما كان قصده الطلاق قصده التهديد كفارة يمين وبيطعم 10 مساكين وما بيقع هذا الطلاق. السؤال هو عن نصاب المال هالسنة. نصاب المال هالسنة بالسوري 15 مليون، لو سمحت بالدولار لأني مغتربة. الحقيقة أنا ما بعرف بالدولار قديش لأنه ما بنتعامل بالدولار، إنما هو 85 جرام ذهب عيار 18، بنضربهم هدول وين ما كنا، بأي بلد كنا، مغتربة ولا هون، 85 جرام عيار 18 شو ثمن هون، بيطلع معكم بأي عملة كانت موجودة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أنتقل لفاصل قصير ثم أعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال، ألو. دكتور. ألو، أهلا وسهلا. إيه زكاتك، هلأ بس أسألك سؤال زكاتك. إيه تفضلي. إيه هلأ جوزي حالف علي في وحدة تقربني، وحالف علي قال لي علي الحرام إذا بتوفيها أو بتحاكيها إنه بتكوني طالق. تمام. إيه بدي تجاوبني على هالجو، شو بفهم بيفتيها؟ هلأ هذا اللفظ من ألفاظ الكناية عنا، شو بيقصد علي الحرام؟ بيقصد الطلاق ولا لا؟ هلا دكتور سؤال بس، شو اسمه هلا ما كان انه هو مستقصد شيء، بس انه على عصبيه وشي طلعت معه هالكلمه. تمام، اذا ما قصده الطلاق بتسالي، اذا ما قصده الطلاق كفاره يمين اطعام 10 مساكين وما بيقع الطلاق. ناخذ اتصال. الو، الو، يبدو فقدنا الاتصال. ناخذ اتصال اخر. الو ألو. ألو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك يا هلا. بدي أسألك سؤال بعد إذنك. إيه تفضلي. هلا أنا عندي أخ مريض بالأعصاب. الله يعافيه. الله يسلمك. هلا فيه أبي يعطيه الفطرة له؟ لا، الأب ما بيعطيه. الأب ما بيعطي لا أصوله ولا فروعه، لأنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق. يعني هذا ابنه بده يعطيه سواء كان معه ولا ما كان معه، بده يشيل بابنه، فما بيجوز يعطيه زكاة. تطلع عليه فطرة هي هو؟ هلأ هو الأب بيدفع فطرة عن أولاده لكان. في سؤال غيره؟ طيب ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيك. باخذ اتصال. ألو، ألو. أهلا، مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا. أستاذ شيخنا، بدي أسألك،
تفضل بس نوصل للتلفزيون حبيبي. عمر 12 سنة مجبر على الصيام؟ لا 12 سنة مو مفروض عليه الصيام، بس الأفضل يصوم، الأفضل يصوم شان يتعود، بس هو مو مفروض عليه. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. دكتور لو سمحت، بس أنا بدي أسأل سؤالين، بس جاوبني بعد ما أفكر لو سمحت. حاضر. كرمت. حاضر. الله يحضر لك الخير دكتور. هلأ أنا وقت بقرأ قرآن مثل وقت تسمعه، يعني مثلا بدي أقرأ سورة البقرة، فيني مثلا حطها باعتبار الراية من الموبايل هي أصح من وقت بقرأ؟ أنا عندي أغلاط بالقراءة، فإذا أنا سمعت سورة البقرة من الموبايل وأنا عم بشتغل ببيتي مثلا، هيك أعتبر أنه أنا كأني عم بختم، يعني كأني أنا ماشية بختمة إذا تميت اسمعها مثلا كل يوم جزء كل يوم جزء وكأني قرأتها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني دكتور، أنا أجاني مصاري من أهلي وبدي أدفع صدقة الفطر عني وعن زوجي وعندي ولدين، فيني أنا عين زوجي وأدفع له الصدقة له باعتباره هو بيصرف على ابني اللي هو ابني مو ابنه؟ يعني أنا عندي ابني بيدرس في الجامعة، زوجي بيصرف على ابني من زوجي الأولاني، فيني أقدم صدقة الفطر له؟ شكرا كتير دكتور. لا، سألتي سؤالين، أنه سماع القرآن مثل قراءته بالأجر والثواب؟ لا، القراءة أفضل بكثير من السماع، لكن السماع في أجر في أجر، في ثواب في ثواب، لكن احنا عم نفاضل بينهما، مين أكثر أجرا وثوابا؟ اللي بيقرأ أكثر أجر من اللي بيسمع. الشيء الثاني انه انت بدك تطالعي صدقة الفطر تعطيها لزوجك. هلا انا لو في مذهب بيقولك انا مو مع هالقول هذا، انا مع المنع، لانه يعني ما بدنا نقيم الزكاة ولا الفطرة، نقيمها من الجيب نحطها بالعب، يعني الزوجة تعطي زوجها يعني، وبالاخير هو يعني. انا اتمنى على الجميع انه نعمم الخير، يعني هلا انا ابني شو ما كان بدي اصرف عليه، معه ولا ما معه، معي ولا مو معي، ما بتركه لابني. بس هذا الشهر يعني في عندي فقير، في عندي محتاج، في عندي ناس اصحاب حاجه وينتظرون هذا الشهر. هلا اذا كل واحد بده يعطي ابنه، هي بده تعطي زوجها، هي كذا، الزكاه ما بتطلع لبرا مثل ما قلنا، من الجيبه للعب، وما ما بتأدي غرضها اللي من اجلها فرضت. فعمموا الخير وعمموا النفع بيكون احسن. باخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحكي لك يا رب. سيدنا السؤال، هلأ أنا ما بقدر صوم رمضان من 20 سنة، في معي سكر شبابي، يعني حكوا لي أنه ما فيني أنا صوم رمضان. كنت أدفع كفارة رمضان كل سنة برمضان، كنت أشتغل، بس هلأ أنا تقريبا ما عاد فيني أشتغل، في عندي وضع صحي أنه ما عاد قدرت أشتغل. بيجيني شوية مساعدات مثلا من قرايبيني من أخواتي، طب أنا مثلا هلأ اللي بدي أدفعهم أنه فترة رمضان اللي بيدفعون، فيني ادفع من هالمصاري اللي عم يجوني هالمبلغ اللي عم اخده منهم بسيط؟ ايه بيصير اللي عم يجيك ادفع منه كفارة صيام جائز. طب بس انا ما فيني ادفع عن دفعة كاملة، مثلا فيني ادفع عن دفعات قصتهم. شوف، المعاملة مع الله حلوة كتير. الفرق بين العبد والرب، العبد المعاملة معه على المشاحة، يعني بيحاسبك على القرش وعلى الوقت وبيلحقك وبيشتكي، مع الرب على المسامحة. هو رب رحيم، هو رب اسمه كريم، يعني يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما في أحلى منك تعامل رب العالمين قصتهم وبرياحتك، والله يعافيك وإن شاء الله بالشفاء يا رب. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو مرحبا شيخي. أهلا وسهلا ومرحبا، أنا يا ريت نوصي التلفزيون. اليوم هلأ أنا فقت بعد أذان الفجر واستفرغت، بس ما كان بدون قصدي. هلأ الإفطار يعني هلأ بصير بفطر يعني؟ المهم أنه تمضمضتي وما بلعتي شي منه، صح؟ لا ما بلعتي. أي صيامك صحيح إن شاء الله، ما في أي مشكلة. باخذ اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه ويفعنا ببركتك ويفتح عليك. شكرا جزيلا. شكرا. عندي ثلاث اسئله اذا سمحت. حاضر تفضل. اول كل
مخاطبت الموتى هل يسمعون؟ الميت يسمع لأنه النبي خاطبهم وقال النبي ما أنت بأسمع منهم. أما قول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنت لا تسمعهم كلاما ينتفعون منه، أن بيسمعوا بس ما بقى ينتفعوا، لكن يسمعون يسمعون. والنبي خاطبهم لما ألقاهم ببدر بالقليب إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ولو أنهم لا يسمعون لم يكن هناك خطاب من رسول الله. لكن شو معنى الآية الصفي وما أنت بمسمع من في القبور، يعني لا تسمعهم كلاما ينتفعون، بيسمع بس ما بقى ينتفع. سؤالك الثاني، ولو وهبنا ثواب، الثواب بيصل إن شاء الله. السؤال الثاني، نعم، الصلاة على النبي سرا وكافة الأذكار تمام، شو حكمها؟ هلا هي أنو أفضل، الجهر ولا السر؟ الجهر هو بجمهور العلماء على أن الذكر الجهري هو أفضل من السري. هداك ما اسمه الذكر، اسمه كلام قلب، كلام نفسي، في كلام نفسي وفي كلام لفظي. هلا أيهما أفضل وأكثر أجرا وثوابا؟ جمهور العلماء على أن الذكر اللفظي هو الأكثر أجرا وثوابا. سؤالك الثالث، وتلاوة القرآن نفس الشيء؟ وتلاوة القرآن نفس الشيء. هلا إذا أنت عم تصلي وقريت بقلبك ما قريت بلسانك صلاتك ما بتصح. شو السبب؟ إنه هي ما اسمها قراءة. القراءة ما اسمها قراءة حتى تسمع إذنك شو أرى لسانك أو شو لفظ لسانك. سؤالك الثالث، بالنسبة لزكاة الفطر، نعم، تحددت 10,000 مهم؟ بين الستة والعشرة، الحد الأدنى ستة، الأكثر عشرة. طيب اللي ما عنده إمكانية بهالحالة شو؟ لا عنده ستة ولا عنده عشرة؟ إيه؟ عن الحنفي لا يكلفه الله هذه الصدقة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يا من يراني في علاه ولا أراه، يا من يجير المستجير إذا دعاه، يا سواه هب ما رضاك، هب ما رضاك فأنت أكرم واهب، واغفر لعبدك يا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. قبل أن نتلقى الاتصالات نجيب على بعض الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. أولا، ماما عملت عملية جراحية بالمخرج وصار معها يعني إطلاق غازات، عم تقول أنه كيف بدها تصلي، أنه صار الأمر غاغلب عليها. الحل أنه هي صارت معذورة، والعذر يعني أنه بدها تتوضأ كل وقت وشو ما صار بعدين الصلاة صحيحة، بس تتوضى كل وقت.
زوجي يعمل في السعودية ولا يرسل لي مالا، وعندي 3 أولاد وهم طلاب جامعة، والصغير في المدرسة. أنا أحتفظ بمبلغ من المال كنت وفرته للحاجة، هل يجوز أن أدفع أجار المنزل الذي نعيش به كزكاة المال؟ لا، ما بيجوز تدفعي من المال المحتفظ فيه لأجار البيت زكاة المال، لأنه زكاة المال بده تمليك من فقير، وانت هم ما عم تملكي فقير، عم تدفعي أجار، فلا يجوز أن تفعلي ذلك. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا شيخي. يا ميت هلا. هلا أنا إذا بعد السحور هذا خلع سني وطلع منه الدم كمل صيامي؟ ما بلعت الدمات أنت، بس تمضمضت وخلاص، مو هيك؟ إيه خلاص، صلاة صيامك صحيح إن شاء الله، الله يتقبل. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. رمضان كريم شيخنا. الله يبارك فيكم يا هلا. شيخنا عندي سؤالين، بس أتمنى بس بعد ما سكر جاوبني عليهم إن شاء الله. السؤال الأول، أنا والدتي مريضة معها ضغط وسكر ومشكلة بالشرايين، هلا هي حاولت تصوم بس تعبت كثير فاضطرت تفطر. طيب في عليها اسم؟ لا ما عليها اسم، ليس على المريض حرج. هدول 3 اللي حكيتيهم يعني سكري وشرايين وما بعرف شو قلتي كمان، يعني كافيين انه يطرحوا الانسان ارضا، فالله يشفيها ويعافيها، وليس على المريض حرج، بتدفع بقى كفارة صيام. السؤال الثاني. الله يسلمك. السؤال الثاني انه بجوز هي الكفارة هي تعطيها لاختي ارملة او لبناتها، وفي عندي اختي كمان مريضة ومطلقة هي عايشة معها، بجوز تشتري لها منهم الدواء؟ هذا دواء دائم. الأم بتعطي بناتها، الأم بتعطي، الأب ما بيعطي، فبيجوز إن شاء الله. يعني ممكن تقسمهم على مراحل ولا لازم حصرا بشهر رمضان؟ لا ممكن على مراحل، ممكن صدقة الفطر لازم قبل صلاة العيد، أما كفارة الصيام ممكن على مراحل. في سؤال غيره؟ طيب شكرا. أهلا وسهلا، مرحبا. بناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. أهلا، عندي سؤال صغير، هلا إذا الواحد بلع البلغم بيفطر؟ البلغم ما بيفطر على الحنفي. طيب شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم يا مرحبا. هلا بس بدي اسالك، وقت لو اذان الفجر اذا الواحد كان عم يتسحر واذن الفجر اول ما يقول الله اكبر بده يوقف عن الاكل، ولا في معه وقت انه لوقت يخلص اذان؟ انت عم تحكي على اذان الفجر الثاني، يعني مو الامساك، مو هيك؟ مجرد يقول الله اكبر بتوقف، ما بقى يجوز بقى ان تدخل الى جوفك شيئا، واذا دخل شيء بتفطر. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. باخذ اتصال. ألو. إذن باخذ أيضا بعض الأسئلة من التاب وبعدين برجع للاتصالات. أنا موجود عندي عندي 4 عقارات، بيتين وواحد على العظم، وفي بيت شاري بالتقسيط، بيطلع زكاة المال. هلا إذا كانت هي البيوت أنت شارية للتجارة بيطلع لها الزكاة، إذا مو للتجارة ما بيطلع لها الزكاة. السؤال الثاني، وأنه عندي سيارتين، واحد مركوب شخصي والسيارة الثانية بيشتغل عليها، بتشتغل عليها مشان يعني تأكل منها، ما بيطلع زكاة. هلا المهم أن لا تكون هناك نية للتجارة، أن لا تكون هناك نية للتجارة. إذا في نية تجارة بيطلع زكاة، ما في نية تجارة ما في زكاة. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ انا صار لي 45 يوم ولدانة، بجوز صوم؟ انقطعتي قطع النفاس عنك؟ عم شوف لساتني. هلا بعد الأربعين، بعد الأربعين عند الحنفية بتصومي، يعني هلا بحق لك تصومي عند الحنفي طبعا، فأي فتوى حنفية. باخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور يا هلا. شيخي بس عندي سؤالين. ايه تفضلي. هلا السؤال، السؤال الاول انه البلغم بيفطر شيء على المذهب الشافعي؟ الشافعي بيفطر بس الحنفي لا. الشافعي اذا كان فيه يخرجه وما اخرجه بيفطر، هيك عندهم. نحن عم نفتي على الحنفي ايسر. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هلا انا عم اقرا ختمة قرآن. نعم. ايه بقى انا عم صلي التراويح، فيني كمل بالختمه ولا لا؟ انه بدي ارجع عيدا. يعني انت حطيتي القران قدامك وصرتي تقري بالتراويح من القران اللي قدامك، مو هيك؟ مالت الختمه. ايه انه بالاجزاء اللي بصير. انا ما شايفها. بصير، ممتاز. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه شيخنا. الله يعافيك يا هلا. الابن توفى قبل الام. نعم. بعدين الام توفيت، هل يرث اولاده وزوجته من والدته؟ نعم. القانون الجديد، قانون الاحوال الشخصيه، اخذ بالوصيه الواجبه وصار يورث اولاد الابن الذي توفي قبل امه او قبل ابي بورثهم. او ارملته. شو ارملته؟ تورث؟ لا، منين بدها تورث؟ هي الأم ما بتورثها من حماتها اللي ماتت. ما بتورث منها هي. لا ما بتورث، بس لا. الأولاد يعني بس الأولاد ذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفيا من ذنوبي عندكم بكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجو أنا المقر بذنبي يا رب، أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما، فبافتقاري وذلي قد أتيتكم، لا تطردوني، لا تطردوني، فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى محبكم. أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. وردنا بعض الأسئلة من الفيسبوك. أنا شخص بستلم مطبوعات من الزبائن، ما حكم طباعة صور اللانجوري؟ هل هو جائز؟ لا، ما له جائز. هل يجوز للفتاة البكر الزواج من دون ولي؟ هلا على المذهب الشافعي ما بيصير. امرأة متزوجة وعندها أطفال، والمرأة تزوجت من رجل آخر وطلقت منه، زوج القديم بده يرجعها، هل يجوز أن تزوج نفسها من دون ولي؟ قلنا على المذهب الشافعي ما بيصير. نتلقى اتصالاتكم ثم نجيب عليها إن شاء الله. باخذ اتصال. ألو
ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم. الله وبركاته. سيدنا بدي أسألك أنا سؤالين. اتفضل. أنا موظف وعندي 5 أولاد. هلا الفترة بتطلع واجبة عليه فترة الصيام. أنت ما عندك نصاب، ما عندك مال يعني؟ لا ما عندي شيء. لا يجب على المذهب الحنفي، لا يجب. السؤال الثاني. السؤال الثاني سيدي، إني أنا عازة، عندها كثير أمراض، ما بتعرف نصوم نهائيا، وكفارة الصيام تبعها تقريبا شي 200,000 إذا حسبنا على 6,000، وما عندنا قدرة ندفعها. بالتقسيط، بالتقسيط يعني، مو شرط هلا ندفعها، كل شهر هيك دفعة صغيرة ورا دفعة صغيرة بنخلص منها إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال عندك شيخ. إيه تفضل. هلا الواحد إذا عليه دين على حدا، نعم، وقال له بهالدينات تدفع لي فيهم زكاة الفطور، بجوز؟ لا ما بجوز. لا ما بجوز. عفوا عد لي السؤال بس معلش، عيده مرة تانية. أنا إلي دين على حدا. تمام. بهالدينات قلت له بدي تدفع لي زكاة الفطور عني وعن أهلي. يعني هو يدفع مو ياخذهم له. نعم. بصح. نعم. بصح هيك بصح، لأنه أنت وكلته، قلت له وكلتك بما لي عليك من دين أن تدفعه صدقة فطر للناس، فهو بده يدفعه للناس صدقة فطر بالوكالة عنك جائز. ناخذ اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم، يا هلا وسهلا. رمضان مبارك. الله يبارك فيكم، يا هلا. والله بنعاد عليك الصحة جميع إن شاء الله، يا هلا وسهلا. زكاتك شيخنا بالسؤال. ايه تفضلي. هلا جوزي حالف على اليمين، إذا تصبح بيه علي الحرام أن تكوني طالق مني إذا حاسيته، شوفة كتاب السجاك زكاتك تكتر إذا هو بيه ما تكلم. طيب هلا هو قال لك علي الحرام بتكوني طالق اذا حكيتي فلان او اذا شفتها، او اذا شفتيها. هو شو بيقصد بلفظ علي الحرام؟ هلا مو هذا مو متقصد، هو بس هو بيكون يقول لك على فورس قلبه انه على عصبيه انه طلعت معه. خلص يعني بتسالي، بتسالي اذا ما قصده الطلاق هو كفاره يمين، بيعمل بيطعمي 10 مساكين وفيكي تحكي مع هي او تشوفيها اذا كان لا يقصد الطلاق. ناخد. ايوه تمام، يعني اطعام 10 مساكين. نعم اذا كان لا يقصد الطلاق. أيوة. بتسالي. ايوه في سؤال غيره. طيب اطعام 10 مساكين 10,000، كل واحد 10,000. طيب ما في سلم ايديك دكتور. 100 اهلا وسهلا، يا مرحبا. ناخذ اتصال. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عليكم شيخي. الله يبارك فيكم، يا أهلا وسهلا. بس أنا حابة أسألك سؤال عن الطلاق. تفضلي. أنا جوز أختي حلف على أختي من شي 5 سنين يمين طلاق إنه هي ما تدوس بيتي، فهو عنده يمين كذا يمين من قبل هذا اليمين بس مو واقعين عليها ولا يمين. نعم. وهو عنده مشكلة يعني إنه تبع عواد ما يقول إنه مثلا شلون الانسان بيحلف بالله، هو بيحلف بالطلاق يعني عنده يا هو يمين الطلاق هيك. اخر لفظ شو قالها؟ قال انه كانت هي عم تحكي على التليفون، هو كان عم يحكي على التليفون وعم يقول لها انه علي الطلاق ما تدوسي بيت اختك. هلا هذا اللفظ على قول البعض، يعني ما هو قول الجمهور، قول البعض انه كفاره يمين اطعام 10 مساكين وما بيقع الطلاق. تمام. ما بيقع الطلاق يعني هذا على قول البعض مو على قول الجمهور، يعني احنا عم نخرجها حتى يعني نجد مخرج للناس من هذه الالفاظ السيئه اللي الله يغنيهم عنها يا رب. ناخذ اتصال. الو. في سؤال غيره؟ تفضلي. تفضلي تفضلي. ايه بسأل انه انطعام المساكين بدهم يكونوا 10 ولا بدهم يكونوا 60؟ لا 10 هذا كفارة يمين، 10 أشخاص. ذاك 60 شغلة تانية، اللي عليه 2 شهر متتابعين وعجز عن الصيام هذاك شيء تاني. أما لا هلا كفارة يمين طعام 10 مساكين.
ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. الله يوفقك. بدي اسالك شيخنا، العم مكلف باولاد اخوه او لا؟ هذا سؤال. يعني اخوه متوفي؟ ايوه اخوه متوفي. طبعا مكلف فيه. هو مكلف بالاولاد. تمام، في سؤال غيره؟ ايه الله يوفقك. سؤال ثاني، هلا اذا الاخت ما ابوها متوفي وهي مطلقه، مين مجبور فيها؟ اخواتها. بناخذ اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا رب. انا سؤالي انه نحن فطرنا على محطه السما. نعم. اذان المغرب. طيب. بس لقينا في فرق بين محطه السما وبين نور الشام، فهل يا ترى نحن هيك باذن الله صيامنا مقبول؟ بالنسبة للأذان على قناة سما هو مضبوط 100%. أحيانا بيجوا بأذان الجامع بيأدنوا قبل دقيقة، بس هو اثنين صح، لكن شو بيصير؟ بيصير انه بيحتاطوا بأدنوا قبل دقيقة، او مثلا سما أدنت قبل دقيقة احتياطا، بس هي أذانها صحيح 100%، وبتفطري وانت مطمئنة. وكذلك كل الأذان على قنواتنا الوطنية الحقيقة مضبوط وما في أي مشكلة، وإن شاء الله الله بيتقبل من الجميع. في سؤال غيره؟ ناخذ اتصال. ألو ألو مرحبا الشيخ. يا ميت أهلا وسهلا. أبيك الشيخ. يا هلا تفضلي. مشان الفطرة، مشان الفطرة دفعانا. أنا مرة مريضة وعاملة عملية ومريضة وراسي 105,000 وما بي غيره، وعندي بنتي أرملة وبنات اثنين، وعندي ولدي ابني العسكري 4 هم وامهم، وقطع عن كل فترة ما لي قدرة، لأن أنا عايشة على الصدقة. خلاص، على المذهب الحنفي لا يجب عليك صدقة الفطر. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاس وذل وانفراد، وها أنا واقف بالباب، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا، زمانا ما عسى عفو يا رب، عسى عفو يبلغني الأماني، فقد بعد الطريق، فقد بعد الطريق وقل زادي، فجد بالعفو يا مولاي، فجد بالعفو يا وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد وقد وافى
ببابك مستجيرا وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد فجد بالعفو يا الله فجد بالعفو يا الله وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا للأسئلة التي ترد من الفيسبوك. هل عم يقول أنا انكتب، عم تقول أنا انكتب كتابي بالمحكمة قبل ما ينكتب كتاب الشيخ، بجوز شيل الحجاب أمام خطيبي أو ما بصير؟ هل كتاب المحكمة أقوى من كتاب الشيخ؟ هو الكتاب الموثق اللي بيثبت الحقوق، فهو يعني يفوق عقد الشيخ، أقوى وأمتن، فكل الأحكام تجري عليه، يعني بتصيري زوجة وكل الأمور تباح للزوج. هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل في الصلوات المفروضة وفي التراويح؟ هل عند الشافعية يجوز قراءة القرآن من المصحف ويجوز قراءته من الموبايل سواء كنا في الصلاة أو في غيرها؟ يعني هلأ لو واحد عم يسأل أنا عم صلي الفرض وقرأت من الموبايل أو عم صلي التراويح وقرأت من الموبايل، عند الشافعية جائز، عند الشافعية جائز، وهذا حل لمن يريد أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في رمضان، والله يتقبل من الجميع، وإن شاء الله صيام مقبول، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبلغنا إن شاء الله هذا الشهر ونحن على أحسن حال. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوى، نحييهم ونسألهم وناخذ منهم الفتوى.